دي خلية نحل تم العثور عليها في إحدى الأشجار من قبل هؤلاء اللي هم ظاهرين في الفيديو دول. دول يعني الله أعلم إن كانوا هم يكونوا نحلين أو هو يعني، بس هم الظاهر كده اللي هم هو مش نحلين. هم طبعا بيقطعوا الشمع اللي فيه العسل وبياخدوه، اللي فيه الحضنة بيسووه زي ما انتوا شايفين اهو، اخدين اللي فيه العسل اللي فيه الحضنة بيسووه، بيدخنوا ببخورة. عندهم تهيلي ده بخور اللي بيدخنوا بيه. ومن الواضح ان النحل هادئ جدا برضو، وده شيء غريب، شيء غريب خالص. النحل البري بيكون هادئ، ده شيء غريب يعني. انا من خبرتي في النحل البري بيكون شرس جدا. يشيلوا الحضمة وياخذوا العسل. هو زي ما انتم شايفين كده. طبعا دول لو نحالين كان اهل قطعة الخشب دي وحطها زي ما هي في الخلية. يعني انا لو مكانهم اخدها زي ما هي وحطها في خلية. انما هم الظاهر اللي هم اهم حاجة عندهم العسل، زي ما انتوا شايفين كده. الغريب ان النحل هادئ، الله اعلم عملوا ايه في النحل، بس الظاهر كده ان هم مش نحلين. دولا هو